السلام عليكم أعزائي أصدقائي، شلونكم؟ شو أخباركم؟ إن شاء الله بخير. نلتقي وياكم اليوم بفيديو جديد ولعبة كلاش رويال. الفيديو اليوم راح يكون خاص عن آخر أخبار التحديث الجديد بلعبة كلاش رويال، وراح نحكي عن الميزات الجديدة اللي راح تنضاف في التحديث الجديد، وراح نتكلم عن آخر تغييرات التوازن اللي راح تنزل بعد يومين. ملاحظة حبيت انوه لها انه جميع الاخبار اللي ننزلها على قناتي هي اخبار مؤكدة واخبار دقيقة، ودائما اتحرى عن مصادر هذه الاخبار وانزلها حتى لو كانت ما نازل حدها للحظة على موقع الشركة باللغة العربية، لا دائما انا دائما اخذ المصادر المؤكدة واشوف المصادر الاجنبية واترجم الاخبار واتأكد من عدها واتأكد من صحتها. اول خبر يخص صندوق القبيلة. صندوق القبيلة هذا الأسبوع ما راح يكون هناك صندوق قبيلة، وراح يتحول موعد صندوق القبيلة بدلا من الاثنين راح يتحول إلى يوم الجمعة. تغييرات التوازن راح تصدر يوم 13 من هذا الشهر. مثل ما عودتنا شركة سوبر سير بلعبة كلاش رويال إنه دائما نسوي تغييرات توازن حتى تعيد النشاط للكروت والبطاقات القليلة الاستخدام، وبنفس الوقت تحجم البطاقات القوية وشعة الاستخدام، وتشجع اللاعبين على تغيير استراتيجياتهم وعدم الاعتماد على بطاقات محددة. أولى البطاقات اللي راح يشملها التغيير هي بطاقة السياف، راح يتم زيادة قطر تأثير الفأس بنسبة 10%. هذا التغيير بالذات إلى علاقة بالمشاكل اللي تم الإبلاغ عنها عن التحديث السابق للسياف، ومن ضمنها تأثير الصدمة ودمج الوحدات الواقعة خلف السياف لحظة رجوع الفأس، خروج الفأس خارج حلبة المعركة، وآلية حركة الفأس لحظة انطلاقه. كل هذه الأخطاء ما راح تقدر الشركة تعدلها بتحديث الصيانة القادم، لكن وعدت أنه تعدلها بالتحديث الكبير القادم بعد هذا التحديث. البطاقة الثانية اللي راح يشملها تغيير التوازن هي اللوج أو الجذع، راح يقلل الدمج بنسبة 4%، وراح يقلل الرينج من 11.6 إلى 11.1. البطاقة الثالثة هي الأسهم، راح تزيد للسرعة بنسبة 33%. البطاقة الرابعة هي بطاقة الاستنساخ، الوحدات المستنسخة ما راح تحتاج تنتظر وقت حتى تعيد الشحن، راح تدخل مشحونة الأرض المعركة مباشرة. البطاقة الأخرى اللامبرجاك أو الحطاب راح تزيد فترة تأثير الغضب ب1.5 ثانية، وتزيد بمعدل نص ثانية لكل ليفل جديد يتم تطويره. البطاقة السادسة هي بطاقة البوم تاور أو برج القنابل، راح يتم زيادة سرعة قذف القنابل بنسبة 66%، مما يعني زيادة في دقة إصابة الأهداف المتحرك. البطاقة السابعة بطاقة السحر الإلكتروني، راح يكون تأثير الصدمة الخاص بضربة السحر الإلكتروني هي تأثير تجميد وإيقاف فقط، وراح تكمل الوحدات هجومها عدا السبارك والإنفرنتور. إنفرنو دراغون راح يخلي تأثير الصدمة بها تعيد الهجمة من البداية. البطاقة الثامنة والأخيرة هي الإعصار أو التورنادو، راح يكون بها تغيير شكلي، هو فقط أنه إمكانية تخلي الإعصار فوق البناء رغم أنه ما راح يتضرر البناء من هذا الشيء. أخيرا وليس آخر أصدقائي، راح نتكلم عن تحدي الفريق او الباتل تيم. بتحدي الفريق تقدر تشترك بيه عن طريق صفحة الكلان، ترسل دعوة لجميع اعضاء الكلان، واول عضو يقبلها راح يكون وياك بالفريق، راح تلعبون ضد فريق ثاني عشوائيا. ارض المعركة راح تكون بيها برجين للملك وبرجين للاميرات، وبداية التحدي راح تشوف تشكيلة زميلك بالفريق، وراح تقدر تشوف البطاقة قبل ما يلعبها على شكل ظل. الملاحظات المهمة بهذا المود والخاصة بالتيم باتل انه اذا استخدمت التسريع راح يستفاد من عنده بطاقاتي وبطاقات زميلي بالفريق، واذا استخدمت السم نفس الشيء راح يكون الضرر على كل لاعبي الفريق الخصم، بينما اذا استخدمت جامع اكسير فيكون جامع الاكسير راح يجمع اكسير الي فقط. ملاحظة أخرى ومهمة أن سرعة الإكسير أبطأ بالوقت العادي بمقدار 85% وبالوقت المضاعف أبطأ بمقدار 70% مقارنة بالمعارك العادية، على اعتبار وجود عدد مضاعف من اللاعبين مما يعني كمية مضاعفة في الإكسير. هذه كل الأخبار الخاصة بالتحديث قدمنا لكم إياها قبل ما ينزل على موقع الشركة باللغة العربية وقبل ما يقدمها أي يوتيوبر آخر. أتمنى تقدرون هذا التعب وتقدرون هذه الجهود وتدعمونا بلايك واشتراك، وتحياتي لكم ومع السلامة.